الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. نبدأ حلقتنا بالتلاوة المنهجية، وتلاوتنا في هذه الحلقة هي الصفحة الثالثة بعد المئة الثانية، من الآية الأولى بعد المئة إلى الآية السابعة بعد المئة من سورة التوبة. أتلو، وبعد ذلك كما هي العادة في كل حلقة نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما
ما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. نسعد ونسر بتلقي اتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة لمن أراد أن يسمعنا قراءته ولمن أراد أن يسأل في علم التجويد. معنا رجاء. مرحبا. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم. وكذلك زينا لكثير وكذلك زين لكثير وكذلك زين لكثير من المشركين وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون. نعم، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. انقطع الاتصال مع رجاء. لي ملاحظات سأذكرها لك إن شاء الله يا رجاء، لكن بعد أن نستقبل هذا الاتصال من أسيل. أيوة. أهلا وسهلا، تفضلي بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله، بارك الله فيك يا أسيل. ديما في أول القراءة لابد أن نتعوذ، كل ما بتقري قرآن نبدأ بالتعوذ، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين نبسمل، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين نقرأ اللي نبه. أول حاجة في تلاوة القرآن لابد من التعوذ يا أسيل. نعود إلى رجاء. رجاء، عندي ملاحظتان. الملاحظة الأولى، اهتمي بأحكام الراءات من حيث التفخيم والترقيق. مثلا ذرأ، الراء هنا مفتوحة، بالتالي هذه الراء مفخمة، فذرهم هنا راء ساكنة قبلها مفتوح، يعني الراء هنا مفخمة. حرمت، الراء مكسورة، يعني الراء مرققة. أحكام الراءات من حيث التفخيم والترقيق باختصار، لما تكون الراء مفتوحة أو مضمومة نفخم هذه الراء، لما تكون الراء مكسورة نرقق هذه الراء، لما تكون الراء ساكنة ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها، إن كان فتحة أو ضمة نفخم هذه الراء، إن كان حركة الحرف الذي قبلها كسرة نرقق هذه الراء، بشرط أن تكون الكسرة التي قبل الراء كسرة أصلية وألا يقع بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء. الإمام ابن الجزري رحمه الله يقول: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. أيضا انتبهي لحروف المد حينما تقفين عليها. مثلا
عليها، هنا مد بالألف وقفنا عليه. نحرص ألا نخرج في أواخر حروف المد همزة، لأن حروف المد الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، هذه حروف هوائية، يعني أن صوتها ينتهي للهواء. نقول عليها، الصوت يتخامد ويقل شيئا فشيئا وينتهي، لكن لا نأتي في آخر صوت حرف المد بهمزة، لا نقول عليها، هذه الهمزة خطأ. بعضهم ينطق همزة في آخر حروف المد، بعضهم ينطق هاء في آخر حروف المد، لا هذا ولا هذا، لا ننطق هاء ولا ننطق همزة، وإنما يتخامد الصوت ويتلاشى شيئا فشيئا، عليها هكذا، ولا نقول عليها، أيضا لا نقول عليها، هذا خطأ انتبه له. معنا أبو أنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. حسبك، بارك الله فيك يا أبا أنس. أولا انتبه لكلمة جاء أجلهم، حتى إذا جاء أحدهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت. جاء أحدهم أصلها جاء أحدهم، يعني عندنا في نهاية الفعل جاء همزة مفتوحة، وفي أول أحدهم عندنا همزة مفتوحة، فاجتمع عندنا همزتان، والأولى مفتوحة والثانية مفتوحة. قالون رحمه الله، وهي الرواية التي قرأت بها الآن، يسقط الهمزة الأولى مع المد والقصر، يعني نقول جاء أحدهم مد بمقدار حركتين، أو نمد المنفصل بمقدار أربع حركات، جاء أحدهم. طبعا هي فيها تفصيل أكثر، لكن أنا أتكلم الآن باختصار. فاحرص على هذا المد، جاء أحدهم، ولا نقول جاء أحدهم يعني من غير مد إطلاقا، هذا خطأ انتبه له. أيضا انتبه لأزمنة الغنن، من ورائهم هنا إدغام بغنة، النار هنا نون مشددة، والغنة في النون المشددة والميم المشددة، وفي النون المدغمة والواء والميم المدغمة تكون الغنة طويلة، فاحرص أن تطيل الغنة أكثر. أيضا انتبه لكلمة عدنا، الدال ساكنة يعني الدال مقلقلة، لأن عندنا خمسة أحرف وهي قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، هذه الحروف إذا سكنت نخرجها بالتباعد بين طرفي عضو النطق، نقول عدنا
ولا نقول عدنا، انتبه لهذا. أيضا يا أبا أنس احرص على الوقف على رؤوس الآية، لأن الوقف على رؤوس الآية سنة، كلما وجدت رأس آية قف على رأس الآية، لأن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حينما سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان يقطع قراءته، يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف ملك يوم الدين ثم يقف. فنحرص على الوقف على رؤوس الآية اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معنا سهى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سامحينا يا سهى عطلنا عليك، تفضلي بالقراءة. لا ولا الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. حسبك بارك الله فيك يا سهى، ما شاء الله قراءة متقنة، زادك الله توفيقا وسدادا. في هذه الصفحة التي تلوناها عندنا في الآية الرابعة بعد المئة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. قرأ حفص رحمه الله وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ينتبه لهذا من يقرأه برواية الإمام حفص عن عاصم. في آخر آية في هذه الصفحة وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم قرأ أبو عمرو رحمه الله وآخرون مرجؤون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. هذا هو كل الخلف في فرش الكلمات القرآنية بين قالون وورش وأبي عمرو وحفص رحمهم الله جميعا.
في هذه الصفحة أيضا هناك بعض الكلمات التي أود أن أنبه لها. أول شيء في الآية الرابعة بعد المئة: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. طيب نستقبل هذا الاتصال من محمد. ألو سعين. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أهلا. تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. بارك الله فيك يا محمد، ما شاء الله قراءتك متقنة موفق إن شاء الله. يا محمد انتبه لحروف الغنة التي هي الميم والنون، حينما نقف عليها نعطيها حقها من الغنة، لأن الغنة طبعا هي صفة موجودة في حرفي النون والميم، وبالتالي هذه الصفة لا تنفك عنهما أبدا، يعني مهما كانت حالة هذه النون أو حالة هذه الميم دائما الغنة موجودة فيها، لكن مقدار هذه الغنة يختلف بحسب حالة هذه الميم وحالة هذه النون. يعني لما تكون النون مشددة أو مدغمة والميم مشددة أو مدغمة تكون الغنة فيها طويلة، لكن حينما تكون الغنة في النون والميم المخفى فنقلل في زمن الغنة قليلا. لما تكون النون والميم ساكنة مظهرة مثل حينما نقف على حكيم تعملون، هنا الغنة أيضا فيهما لكن الغنة تكون بمقدار قليل هكذا تعملون عليم، ولا نبتر النون ونبتر الميم، لا نقول عليم تعملون هذا خطأ، فلابد أن نعطي النون والميم حقهما من الغنة إذا كانت النون أو الميم ساكنة مظهرة فالغنة موجودة فيهما، يعني حتى لو تكون الميم والنون متحركة الغنة فيهما. معنا أبو أنس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا قبل شوي كنت معك يا شيخ في سورة المؤمنون الثوم المقرر الأخير، حتى إذا جاء أحدهم الموت، ما فيش مد حتى إذا جاء، أنا نقرأ من المصحف يعني، حتى إذا جاء ما فيش مد بتاع المخبار أربع حركات. لا مش يعني وضحانا بالله بس يا شيخ. طيب أنت تقصد حتى إذا جاء أحدهم، طيب إيه ما فيش مد كويس كويس، جاء أحدهم جاء, جاء
جاء بدون مد وهمزه يعني حتى اذا جاء احد منصوب. لا دعنا من موضوع الهمزه، جاء عندنا جيم وبعدها الف، هيك في المصحف صح؟ ايه ثقه ما فيش باقي خليك معي شوي شوي. احدهم احدهم اولها في همزه صح؟ ايه مضبوط. ايه جاء هذه كلمه لوحدها، احدهم إيه هذه كلمه لوحدها. المد اللي بالالف اللي بعد الجيم شنو الحرف اللي بعده؟ همزه. حرفهم همزه طول. ايوه تمام، معناها عندنا هنا مد منفصل انفصل فيه الشرط عن السبب، انفصلت فيه الالف عن الهمزه، الالف جت في نهايه الكلمه الاولى والهمزه جت في بدايه الكلمه الثانيه، هذا المد يسمى مد منفصل. المد المنفصل يا اخي ابو انس لنا فيه لقالون وجهان، يعني نمده بمقدار حركتين او نمده بمقدار اربع حركات، وجهان صحيحان لقالون. يعني انا صح شيء نعطيه مقدار حركتين؟ طبعا اقرب الحركتين يعني، حتى اذا جاء احدهم، جاء احدهم هذا وجه، الوجه الثاني اربع حركات، جاء احدهم، يعني كل مد منفصل في روايه قالون لنا فيها القصر ولنا فيها التوسط، وجهان صحيحان لقالون. وضحت؟ بارك الله وفيك، بارك الله. انتهى وقت الحلقة، ألقاكم إن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.